فالمحبة الحقيقية تقتضي الطاعة والانقياد والامتثال. ولهذا ابن كثير رحمه الله في الآية التي نتحدث عنها قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يلتزم الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. هل يكفيك أن تقول إني أحب الله حبا شديدا دون أن تعمل بمقتضيات هذه المحبة ودون أن تمتثل لوازمها؟ إن من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يدعي هذه الدعوة، ولو كانت الأمور بالدعاوى لكان كل مبطل من المحبين، وما أكثر المبطلين الذين يدعون محبة الله. أليس اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه؟ اليهود إخوان القردة والخنازير يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه كلمة سهلة جدا على كل لسان، من السهل أن يقول على كل أن يقول كل إنسان أني أحب الله. مرة ذهبت إلى البرازيل في مناسبة دعوية فذكروا لي عن كثير منهم أنهم يقولون إن الله يحبنا حب شديد، بدليل أننا دائما نأخذ المرتبة الأولى في كرة القدم، دليل أننا نأخذ دائما المرتبة الأولى، الله يحبنا حب شديد. فانظر إلى تفاهة هذه العقول. والشاهد أن سهل على كل إنسان يقول إني أحب الله أو يقول الله يحبني، هذه سهلة سهلة جدا. لكن هل هذا فيه عبرة أو هل هذا يبنى عليه، يعني يبنى عليه حقيقة؟ أبدا. ولهذا الآية حاكمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني يعني اتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما زادت المتابعة فهذا دليل على صدق المحبة، وإذا ضعفت المتابعة فهذا دليل على ضعف المحبة. وليمتحن كل نفسه على ضوء هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله: تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. ولاحظ أيضا انشراح الصدر ورحابة النفس، ما يكون عنده ضيق أو حرج أو مثلا انقباض، فالنفس منشرحة، نفسه منشرحة ومنقادة ومطاوعة ولينة وخاضعة ومنكسرة لأوامر الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي إلى المسجد يأتي إلى المسجد والنفس منشرحة للصلاة، منبسطة للصلاة، فرحة بالصلاة، مقبلة عليه، لا يأتي منقبض ولا يأتي وهو يستثقل الأمر ولا يأتي وهو يتحرج، وإنما يأتي منشرح الصدر. وهذا من كمال المحبة وتمامها في القلب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني بالصلاة. وهذا يكون عندما تكمل المحبة في القلب.